أهلا بكم مشاهدي الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الشرق الأوسط ومقال للكاتب داود الفرحان حول تسمية حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة بالفلوجة، حيث يقول الكاتب: ارتكبت القوات الأمريكية أبشع الانتهاكات في المعركتين داخل الفلوجة، مستهدفة المدنيين من الرجال والنساء والأطفال والمؤسسات الصحية والمساجد. وعد الأمريكيون تلك المعركتين أكبر اندحار عسكري وسياسي للجيش الأمريكي، وأصبح حديث الولايات المتحدة كلها، وقادتا بعد ذلك إلى تقهقر عملياتها ضد بقية المدن العراقية، وقوبل الحدث البحري البارز بموجة انتقادات من قبل الصحافة الأمريكية المستقلة والمنظمات الحقوقية الداخلية، وصلت إلى اعتبار المعركتين في الفلوجة عارا على أمريكا وتجاوزا أخلاقيا على العراقي وشعبه. مناسبة هذا الحديث عن الفلوجة ما أعلنه وزير البحرية الأمريكية الحالي كارلوس ديل تورو يوم 13 ديسمبر كانون الأول الحالي، أن الفلوجة هي الاسم الذي تم اختياره لحاملة الطائرات الأمريكية العملاقة التي ستتولى بناءها شركة بناء السفن الأمريكية بطراز مستقبلي، المعروفة باسم هنت نيغتون أنجلز للصناعات، بعقد تبلغ قيمته 2,400,000,000 دولار. وذكر الوزير أن إطلاق اسم الفلوجة على السفينة العملاقة جاء لإحياء ذكرى المعركتين الأولى والثانية في مدينة الفلوجة اللتين شارك فيهما مشاة البحرية الأمريكية ضد عدو مصمم تمتع بكل مزايا الدفاع في منطقة حضرية مدنية. تحت عنوان انهيار منظومة القيم في العراق، كتب حسين صالح السبعاوي مقالاً في مركز رسام جاء فيه: القيم هي الخصائص أو الصفات المفروض وجودها داخل المجتمع والتي تحددها الثقافة القائمة، مثل الصدق والإيثار والتسامح والحق والقوة، وهي التي تميز للمجتمع الفرق بين الصحيح والخطأ والجيد والسيء، وهي أداة اجتماعية للحفاظ على النظام واستقرار المجتمع، والقيم هي عنصر أساسي في بناء الفرد والأسرة والمجتمع. لقد تعرضت منظومة القيم داخل المجتمع العراقي إلى حرب استنزاف من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني، فمثلما تعرض العراق عام 2003 لغزو عسكري، نفذ الاحتلال غزوا فكريا وثقافيا استهدف فيه القيم المثلى التي يتبناها المجتمع، بدءا من الفرد والأسرة ثم المجتمع، من خلال نشر الرذيلة والجريمة والمخدرات والأفكار الإلحادية. والأكبر من هذا هو استهداف قمم المجتمع الذي يعول عليهم في الإصلاح من خلال القتل والتهجير والاعتقال، لتبقى الساحة فارغة كي يتسنى لهم نشر الرذيلة والانحلال داخل المجتمع. يساندهم في هذا المشروع بعض ممن باعوا أنفسهم بثمن بخس. الفساد الإداري والمالي الذي أصبح منتشراً في أغلب دوائر الدولة العراقية وأصبح سمة واضحة من سمات التعامل بين الموظف والمواطن، وهذا سببه فساد الطبقة السياسية التي نهبت المال العام، مما أدى إلى انتقال هذه العدوى إلى صغار الموظفين مع غياب الرقابة والمحاسبة لمرتكبي هذا السلوك الذي أنهك المواطن واستنزف موارده، واليوم لا يستطيع المواطن إنجاز أي معاملة بدون تقديم الرشاوي للموظفين. حول هجوم باريس الأخير، كتب علي أنوزلا مقالاً جاء فيه: كيف نصنف المذبحة التي شهدتها باريس في 23 ديسمبر كانون الأول الجاري، وأودت بحياة 3 أشخاص وإصابة آخرين في أوساط الجالية الكردية. طرحت هذا التساؤل وسائل إعلام فرنسية عديدة، تفطنت فجأة إلى أن تعريف مفهوم الإرهاب أكثر تعقيداً مما كانت تفعله عندما كان يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها أشخاص
يحملون أسماء عربية أو ينتمون إلى الديانة الإسلامية، فهذه الجريمة الملتبسة في نظرهم تستعصي على التصنيف. هل هي هجوم أم اعتداء أم قتل أم اغتيال أم مجرد إطلاق نار؟ أعاد هذا العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 3 أكراد في فرنسا من متطرف فرنسي عنصري يميني النقاش بشأن تعريف مفهوم الإرهاب في الإعلام الفرنسي، وفي الوقت نفسه كشف عن ازدواج المعايير في تعريف هذا المفهوم ووصف المتهمين بارتكابه. وبالتتبع أبرز وسائل الإعلام الفرنسية في الأيام الماضية، استعمل أغلبها تعبير إطلاق نار أو الاعتداء لوصف الجريمة رغم طبيعتها القاتلة والمرعبة وربطها حتى قبل أن يبدأ التحقيق بالعنصرية، من دون أن يحيل على العلاقة المفترضة بين دافع المشتبه به وتنامي خطاب التطرف العنصري الذي تتبناه جماعات وأحزاب فرنسية ممثلة في البرلمان وتروجه وسائل إعلام فرنسية معترف بها. يقول الكاتب محمد كريشان: أما وقد أدرك الجميع في تونس ما عدا شخصاً واحداً أن الانتخابات التشريعية الأخيرة والعزوف التاريخي عن المشاركة فيها ما هي إلا نهاية طريق مسدود حذر منه كثيرون دون فائدة. ها هي دوائر مختلفة تتجه اليوم للبحث عن مخرج ما من مأزق دمر السياسة والاقتصاد معاً، فعادت كلمة خريطة طريق للتداول من جديد. جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي أكدت مؤخراً أن نهاية الانقلاب وشيكة وأن جل المؤشرات تبين أن غلق قوس مرحلة حكم الفرد قريب، لم تقدم إلى حد الآن تصوراً محدداً ومفصلاً للمخرج عدا ما اقترحه مؤخراً رئيسها أحمد نجيب الشابي من ضرورة تعيين قاض مؤقتاً على رأس الدولة بعد رحيل قيس سعيد بغرض المضي في حوار وطني يقود إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. الكل في تونس يبحث حالياً عن مسار ما للخروج من الوضع الحالي مع ضائقة اقتصادية ومالية وتدهور في الخدمات ونقص في السلع لم يسبق لتونس أن عرفته من قبل، إلا قيس سعيد غير العابئ بأي شيء معلناً أن الدور الثاني من انتخاباته التشريعية سيتم كما هو مقرر، مكرراً دون أي حرج أن الشعب سيقول كلمته مع أنه قالها صارخة وبكل وضوح ولكنه لا يريد أن يستمع. ربما كان على قيس سعيد أن يكرر ما قاله قبل أشهر للباحثين وقتها عن خريطة طريق للخروج من أزمة كانت أقل حيكة واستعصاء مما تعرفه البلاد اليوم، وذلك حين قال لهم أن يذهبوا للبحث عنها في كتب الجغرافيا. قال الجنرال لورد ريتشارد دانات رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني السابق إن حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيطرة على أوكرانيا قد تكون فشلت، إلا أن الغرب غير جاهز لما سيأتي لاحقاً. وفي مقال نشرته صحيفة ديلي تيليغراف قال إن الذين ظنوا قبل عام أن بوتين سيغزو أوكرانيا أو اعتقدوا أنه سيكون مجنوناً لو فعل هذا فشلوا في النظر للوضع من منظوره، فقد كان قرار الغزو بالنسبة له منطقياً مع أنه لم يكن يعرف أن الأساس الذي أقام عليه عمليته العسكرية الخاصة كان مليئاً بالعيوب ومنذ البداية. هل ستغير روسيا موقفها من الغرب حتى لو أجبرت على الخروج من أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم؟ وسواء ظل بوتين في الحكم أم أجبر على الخروج منه، فبوتين ليس الزعيم الروسي الأوحد الذي اعتقد أن أوكرانيا هي جزء لا يتجزأ من روسيا العظمى. والسؤال: متى سيثق الغرب بروسيا؟ ومتى سترفع العقوبات الاقتصادية؟ ومتى ستتأكد الدول الأوروبية من عدم تورطها مرة أخرى في الاعتماد المطلق على الطاقة الروسية؟ وهذه أسئلة غير مريحة للناتو والولايات المتحدة والقادة الأوروبيين وعليهم التعامل معها،
والنتيجة الواقعية الواجب قبولها هي أن على الغرب وإن بثمن كبير مواصلة الوقوف وبقوة أمام أي عملية توسع روسي جديدة. وكما في الحرب الباردة لم يكن لدى الناتو أي طموح للهجوم على روسيا، إلا أن التجربة الحالية أظهرت ضرورة احتواء روسيا وإقناعها بقبول موقعها ضمن النظام الدولي الذي رسم بعناية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع، فتابعوا معنا. دورنا نحن أن نبلور أفكار جديدة، نعم. أن نطور أفكار جديدة، فلذلك نسميه مونتي كامبور للفكر والحضارة. نحن أدركنا بأنه لا توجد طمأنة، لا يمكن طمأنة هؤلاء، لأن السياسة هي ميزان قوة. تختلفون به مع السلطة، تختلفون في مسألتين كما تعبرون دائما، نعم. المسألة الأولى تتعلق بالملف الاقتصادي والثانية بالملف الحريات. حاولت إيجاد منظومة فكرية جديدة تسمح لهذه القوى، قوى الأمة الكثيرة والمتنوعة المتشعبة التي أصبحت لا تستطيع أن تسير لأن الكود تغير، لأن المنظومة تغيرت، ولكن هي موجودة. لا يمكن بأي حال من الأحوال لا يمكن للفساد أن يتوقف إلا إذا كان هناك تدافع. الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. غمرت المياه شوارع ومنازل مواطنين في قطاع غزة منذ يومين. سلطات الدفاع المدني في القطاع تقول إن سبب حالات الغرق هو فتح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من السدود على الحدود الشرقية لغزة مع استمرار الأمطار. ونبقى مع غزة. على طاولة رخامية داخل ورشتها في مدينة غزة تسكب الشيف الفلسطينية جيهان سعد وعاء مليئا بالشوكولاتة السوداء الدافئة لتبريدها بالطريقة اليدوية قبل أن تشكلها إلى قطع منتظمة ومذاق لذيذ بأدوات متواضعة. تبدأ جيهان بعملية التبريد التي تقول إنها تضفي لمعة جميلة على قطع الشوكولاتة التي سيتم تشكيلها لاحقا، كما تعمل على زيادة جودتها. وعندما تصل إلى درجة حرارة معينة تصب الشوكولاتة داخل قوالب من البلاستيك المقوى ذات أشكال مختلفة، منها البيضاوي والمستطيل، ومن ثم تضيف حشوات متنوعة المذاق كالمكسرات أو الزبدة الطبيعية أو قطع الفاكهة. وبعد انتظار لساعات تخرج سعد تلك القطع من قوالبها لتبدأ بتغليف بعضها وترتيب بعضها الآخر داخل صوان لعرضها في المتجر. فتحت سعد متجرها لبيع الشوكولاتة المصنوعة يدوياً عام 2022 بعد عامين قضتهما في صناعتها داخل منزلها وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والآن تابعوا معنا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
يعد الذرة أكبر مصادر الوقود الحيوي في الوقت الراهن. الإيثانول وهو أفضل وقود حيوي معروف في العالم، وللإيثانول تصنيف الأوكتان 113 الذي يحترق بشكل أفضل من البنزين، كما أنه مضاد للتجمد في المحركات. وبما أن الإيثانول ينتج من الذرة فإنه يعد من الطاقة المتجددة بخلاف الوقود الأحفوري المستنفذ والملوث وغير المتجدد. الذرة وحماية المزروعات. للذرة ميزات أخرى إضافة إلى إنتاج الوقود الحيوي الصديق للبيئة، تتمثل بقدرته على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكونه يمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أثناء عملية التمثيل الضوئي. وعندما يتحدث العلماء عن دور الذرة في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، فهم يؤشرون بذلك إلى دور الذرة بالتخفيف من حرائق الغابات التي تحدث جراء الاحتباس الحراري. كذلك التقليل من تفشي الحشرات والآفات التي تفتك بالمزروعات، والتقليل من مخاطر الجفاف والعواصف والأعاصير المدمرة للغطاء النباتي، وكلها تحدث بسبب الاحتباس الحراري. ليأتي الذرة كتحصيل حاصل، فيسهم بزيادة الإنتاج الزراعي والتخفيف من حجم الجوع حول العالم، شريطة موازنة كل دولة على حدة بين مدى حاجتها إلى أي منهما أكثر، الذرة كوقود حيوي أم الذرة كغذاء؟ غذاء وتصنيع. يقدر إنتاج الذرة العالمي ب 980 مليون طن متري سنوياً، بينها 40% يتم إنتاجها في الولايات المتحدة، تليها الصين كثاني أكبر منتج للذرة ب 23% من المحصول العالمي وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية USDA، ثم البرازيل والمكسيك وإندونيسيا والهند والاتحاد الأوروبي. ويدخل الذرة في صناعة الخبز وزيت الطعام والمعكرونة والبلاستيك الحيوي والنشا والأدوية والمنسوجات والورق، ويقي الذرة من أمراض القلب وضغط الدم وينشط الخلايا العصبية، ويحتوي على سعرات حرارية عالية والكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما أنه مصدر مهم للألياف، ويعد واحداً من أكثر ثلاثة محاصيل منتجة على نطاق واسع حول العالم. برأيكم أي الاستخدامين أنفع لمحاصيل الذرة؟ إنتاج الوقود أم الغذاء؟ في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.